تعز عصية على الانكسار، هكذا هو حال هذه المدينة. فمع إعلان الشرارة الأولى للمقاومة الشعبية قبل 11 شهرا، يسطر أبناء هذه المدينة أروع البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عنها. ومع المحاولات المتكررة يوميا والتعزيزات المتواصلة للميليشيات الانقلابية وقوة في العدة والعتاد، يندحرون على أسوار هذه المدينة. نحن أبناء المقاومة الشعبية هنا منذ أكثر من 11 شهر، وتحاول ميليشيا الحوثي بكل ما تملك من قوة أن تتقدم، ولكن أبطال المقاومة الشعبية لهم بالمرصاد. مهما حاولوا مهما هجموا، نحن لهم بالمرصاد. الجبهة الغربية على وجه التحديد قصة النضال وعنوان الصورة، فهنا تتقدم المقاومة ولا سبيل للميليشيات الانقلابية. فمهما اشتدت المعارك، ترى أبطال هذه الجبهة ثابتون كالجبال ويحرزون التقدمات الواحد تلو الآخر. كان آخرها السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة الحصب والبعرارة ووادي عيسى. التقدم أبطال المقاومة الشعبية من قوات المرور إلى شركة الزعطها، وهم محاصرين الحوافيش هناك في هذه المناطق، والجبهات مشتعلة في تبة الأرانب والبعرارة ووادي عيسى والدحي، أملا لفك الحصار عن محافظة تعز. صمود مستمر لأبطال المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية، وتقدمات تهدف إلى كسر الحصار عن المدينة والالتحام بمقاومة الضباب. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجبهة الغربية بمحافظة تعز.